هلا شو أهمية إنه الملكية الفكرية ما تكون موجودة؟ بتعرفوا أكاديمي خان؟ في عندكم مشاريع مثل شو اسمه؟ بتعرفوا تبعت MIT الوزارات المفتوحة؟ كلنا محطوطة تلك اليد الكومنز تحت مو الملكية التقليدية. فلما نمنع الملكية التقليدية فهذا بيعملنا مجال إنه بالمجال التعليمي توسع، أحد أسباب إنه مجال التعليمي ما عاد بناخذ المناهج نقرا من غير ابنه، لانه عليها تلاقوا جميع حقوق محفوظه لمين؟ لجامعه دمشق. فما فيك تشتري كتاب ابنه ثانيه، مع انه غالبا الدكاتره بتحطنا شو بكونوا عاملين؟ لا مش هيك كولكشن يا معلم تجميع. فيعني بس بيكون محفوظ لهم يعني، مشان الملكيه التقليديه كانت عم تمنع توسيع مجال الملكيه العامه بالنسبه للتعليم، فحالاتها ما تكون كولكشن. حدا بيعرف مشروع كولكشن؟ شو هو مشروع كونكشن مالك؟ علي صوتك. مشروع كونكشن هو عبارة عن مثلا مؤسسة تعليمية بدها تصدر مناهج، بقى بتطرح المشروع حسب ما متذكر من التوك اللي تحدث عنه مالك. بتطرح المشروع، بقى في عنا نحن مستودعات معلومات، بنصير بقى ناخذ من المستودعات المنهاج اللي نحن بدنا اياه. كونكشن بتعني النسخة النهائية منهاج دراسي بندرسه. تمام لك هيك الفكره. الفكره انه هن حاطين مناهج تعليميه. انا فيني اعمل مقرر خاص فيني، بس انا مثلا في تعداد رياضيات ما بدرسها طلابي، شوفها غبيه يعني. في فصول ما بدي اعطيها، فيني اعمل يعني مقرر دراسي من مقررات ثانيه اوبن سورس، فيني ابني على غيري. مثل الريمكس بعمل شيء مقرر دراسي هن محطوطين تحت البشاعة الابداع الالكتروني اللي بيعطيني انه حريه اعدل عليه وانشا مقرر خاص فيني. فكره كونكشن انه فيني اعمل مقرر خاص فيني كاستاذ، فيني ترجمه. يعني في عندنا ستانفورد بتحط، يعني شفتوا انتم ستانفورد قد ايه بتنزل الكورسات مجانيه هي؟ قديش يعني لما يكون في ملكيه فكريه قديش في مصادر تعليميه ممكن نستفيد منها؟ هلا انتم بتعرفوا من زمان دائما كنا نجيب، مش بتعرفوا قشطه كاسيت؟ دائما كان قشطه الكاسيت لحتى نسمع اغنيه نجيب قشطه الكاسيت من عند الموزع. فكان مين يتحكم بكل شيء؟ شركات التسجيل. بس تعرف شو كانت الند للند بير تو بير؟ فهلا اغلب الافلام والكذا من وين نحن بناخذها؟ من بير تو بير. من زمان وين كنا نجيبها؟ من عند هوليوود او من عند روتانا، من عند كذا. فهلا من زمان كان كله شو تسجيلات صوتيه، هلا صار اغلبه شو بير تو بير، كله بير تو بير. فتغيرت الحال. يعني كان من زمان بيطبق ملكيه فكريه، يعني ما عم بتاخذ من غير من مين؟ من الموزع. هلا بير تو بير ماني مضطر يعني، عم بقول اخذه ببلاش. فيعني لازم تتغير الملكيه الفكريه، تفهم انه صار في شيء اسمه بير تو بير يا جماعه، ما عاد مضطر اروح اشتري يعني. يعني انتم حاطين صحيح حمايه، بس انا بالنهايه ما اروح على الشركه هي لحتى ادفع لها، عم لاقيها على الانترنت وعملت بير تو بير. هلا حتى من زمان كان في مايكروسوفت، تمام؟ هلا صار في عندنا فري واوبن سورس، صار في عندنا لينوكس. كان في عندنا ابل بس ويندوز، صار عندنا اندرويد. فصار مقابل هدول شو في؟ شيء حر فيني استخدمه. يعني صار عندي هذا النموذج تبع مايكروسوفت القديم المعفن، صار عندي هذا النموذج الجديد تبع اوبي. يعني معروفه انه حصه مايكروسوفت عم تنزل بالسوق، انت عم تشوفوا انه اوبونتو عم ينتشر اكثر، صح ولا لا؟ اندرويد قد ايه عم يحصل بالسوق؟ يعني هذا انه الشيء المحمي، وانه اذا الحمايه بتعطيه للشركه، يعني اندرويد بيربح ولا ما بيربح؟ بيربح بالنهايه. الفكره اللي كانت من زمان انه بالحمايه تغيرت. كمان بالنسبة للتليكوم، هلا مين مستعد يدق على أمريكا من التليفون يعني؟ سكايب فيني أحكي ببلاش. وسكايب حتى قائمة، بتعرف إنه سكايب قايمة على البير تو بير؟ يعني أنا عم بحكي بكون عم بستخدم كمبيوترك، أنت عم تستخدم كمبيوتري، فهذا التعاون يعني، فكرة إنه التعاون محل شو؟ المنتج الواحد اللي كان يعطينا شركة واحدة. كمان بالنسبة إنكارتا، بتعرفوا إنكارتا هي شو؟ ما حدا بيعرف من هي إنكارتا؟ شو صار بإنكارتا أمجاد؟ شو صار بانكارتا؟ حتى انكارتا بلشت، كانت هي على سيديات، ما عاد في سيديات. اتهوجي اخر تقريبا، بس اخر مره باع منها تقريبا بس 3000 نسخه. تخيلوا اعرف من صعب تاريخ الشيء، عم باع منها 3000 نسخه فقط. والنسخه الالكترونيه صارت عم يحاولوا يسووا انه الناس العاديين صار فيهم يعملوا سبمت وبعدين بيرجعوا. تمام. هلا مقابل انكارتا صار في عندنا ويكيبيديا اللي كيف فيها عدل فيها الجمهور، عملوها بالتعاون، نموذج التعاون الجديد. هذا نموذج التعاون خلى يكتبوا 30 لا قديش 3 ملايين مقاله عن كل مواضيع. يعني انكارتا ما فيها تلحقهم، اقل منها بكثير. حتى عملوا دقه علميه بين ويكيبيديا وانكارتا، طلعت بتشابه الدقه العلميه بالاثنين. يعني مقابل نموذج انكارتا صار في عندنا نموذج ويكيبيديا اللي خلقوا التعاون. فشوفوا هذا كله قائم بير تو بير،
الفري اوبن سورس حتى سكايب بيقدر قائم على شو؟ على نموذج التعاون، هذا قائم على شو؟ نموذج الاطلاق اللي كان يحميه الملكيه الفكريه، فالملكيه الفكريه عم توقف عائق قدام شو؟ التعاون. فهلا بما انه التعاون اثبت جدارته فلازم حتى الملكيه الفكريه توافق الشيء الجديد، صح ولا لا؟ مو لازم تتغير القانون ليش بيجي؟ مشان يوافق الاوضاع الاجتماعيه، فلازم ما يوقف بوش الاوضاع الاجتماعيه يقول العالم شو بتعمل فيه؟ تروح تشتري من البخصر. عن جد يعني، يعني اذا بده يضل هيك مين بيحترم الملكيه الفكريه؟ ما عم توافقنا فلا عدلوها. يعني القانون بيجي ليحط عرف اجتماعي، عرف نحن ما عندنا مشكله ننسخ، ما عندنا مشكله، العرف الاجتماعي الجديد هو التعاون، هو كل شيء. هلا بالعاده مين بيستفيد يا حسن؟ شايفين هيك شركات امريكا؟ شايفين بتعرفوا هاي الشركات كلها بتشوفها على التلفزيون، بترجع على اي مطلع يعني بتطلع يعني بتستفيد. فشايفين كل الشركات بالنهايه الشركات كلها مملوكه من هذول اللي فوق، ام بي ام بي ام بي سي وهذول فوكس سوني. بالنهايه مين في هرميه عم يتحكموا بكل السوق، عم يتحكموا بكل شيء. بالنهايه مين بيقول لك؟ قال بيقول لك انا ما بدي انشر ملفي على الانترنت، انا برفع مربوح ببيعه وبنشر. بالنهايه يا حبيبي انت ما بدي احكي عن نفسي، مين بالنهايه مثلا مبرمج عمل برنامج، مو مبرمج فين، هو واحد عمل غنايه، ما بيقدر غنايه يحكي لحتى يغنيها وين يشتغل؟ ما بده شركة؟ بيقدر لحاله؟ مين بيروح عند مين؟ طب روتانا حسب قد ايه بتعطيه؟ بتعطيه 1000 2000 3، مين بياخذ اخر شيء اكثر ربح بالنهاية؟ هي هلا احكيكم مهند اخر شيء عن وحدة عندنا غناية ونشرتها على العالم شلون صارت وطالعت مصاري وحفلات اكثر من اللي فكر، لو راحت عقدت شركة توزيع ما كانت مسويتها شيء، صح ولا لا؟ مو هيك الموضوع، بس يعني الفكره انه شو اسمه في مسلسل بغض النظر مو هيك موضوع، لانه هذا بيحب مايكروسوفت. شو صار تغني لي؟ ما بدي. هلا بالنهايه هي منتشر بطريقه الانترنت والعالم استخدم غناتها وعدلتها واخر شيء اخذت شهر قبل الانتشار. هي مو وحده بنوم خلص احكي. هلا 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 بيحرق. ما هو عمري فايش احكي. تمام، بس الفكره انه من زمان لكم كيف بدي حتى اعمل غنايه بروح عند روتانا. هلا انا ببساطه في جيب ادوبي فيوجن بتعرفوه او ادوبي سي سجل غنايه وعمل لها الحان وحطها على الانترنت تحت كريتيف كومنز او تحت شيء وبتنتشر. اذا اول عالم حلوه كلها حتبادلها، صح ولا لا؟ في اغاني وفي شغلات تقليديه بتحكي على الوقت انه يعملوها هو اخذت انتشار اكثر من شو؟ من ثاني. واخر شيء بيصير بده يعمل حفلات والناس تتبرع له. يعني فكره انه الشركه بتدير روتانا بتعطيني مصاري وبربح بس ما عاد بتوقع. حتى هلا بتلاحظوا انه الاغاني اللي هي عاملينها الرواد عم تاخذ محل، بالمستقبل يمكن بجوز تضل يعني ان شاء الله شركات روتانا وغيرها بتروح كلها مثل مايكروسوفت. مثل ما قلت مشكلة سيطرة روتانا وغيرها على ديزني على القصص، شو هي المشكلة الأساسية؟ مو بس مشكلة إن هي مثلا شو بتعرض مثلا بتعرفوا مثلا في فن مثل فن ماجد الرومي، في فن مثل فيفاء وبن. يا ترى روتانا كم مرة كم كليب بتعرض لهيفاء وبن مقابل ماجد الرومي؟ أصلا هي حق أخذ الحقوق من الطرفين. هي شو بتعمل روتانا؟ بتقول لك وقعي يا ماجد الرومي، وقعي يا هيفاء وبن على العقد، وهن بيتحكموا بالشو بدهم ينشروا. فهن بيتحكموا بثقافتنا، يعني فهمتوا علي شلون؟ يعني بيعطونا ثقافه بدهم اياها شركه معينه بتشرب بمخنا، فلما نحن ما نبدع بيتحكموا حتى بثقافتنا، بيعطونا ثقافه جديده، نحن صفينا متلقين، بيبعد اللي بدهم اياه وبيحط اللي بدهم اياه. يعني اخطر قصه من كيف اخطر من انه بس انه عم يشكل ثقافتنا. يا جماعه مين يشكل ثقافتنا اكثر من التلفزيون؟ يعني التلفزيون من زمان مو كان يشكل ثقافه العالم، مين كان يشكل ثقافه العالم؟ مين عم يتحكم مين بيتحكم باللي بينتشر وما بينتشر؟ مو الشركات الكبيره؟ مو المبدع؟ معناتها هن بيلعبوا بثقافتنا من خلالها، الشغله خطيره. ومشكلة انك كيف في بالكم مثل هذا البلد، يعني هو شو اخر شيء متلقي؟ يعني التلفزيون بيعطينا الغنايه، بيعطينا المسلسل، اخر شيء تعودنا لحتى اجى الكمبيوتر صرنا نعدل. فنحن بالنهايه متلقين مستهلكين، ما بنعمل شيء. بيضبط يعني ما عندنا، نحن مجرد بيعطونا منتجات ابداعيه بنستهلكها، ما بنعمل شيء. نحن بنسمع الغناية، بنطلع على المسلسل، بنتفرج على البرنامج العلمي، بس نحن ما عم نشارك فيه. هلا لما اجت ويكيبيديا صرنا نحن نشارك، يعني ما صفينا مستهلكين، صرنا نفكر، صرنا نبدع، صرنا نساهم بالمقالة، صرنا نعملها. فالملكية التقليدية وقت ما تمنعني، لما تمنعني انه انسخ، لما تمنعني انه عدل، لما تمنعني كل شيء، شو عم تمنع؟ شو عم تخليني؟ مستهلك. لما يمكن هالشروط شو بصير انا؟ مبدع هي.
هلا بالنسبة ملكية فكرية لأنه هيك حولت العالم بالنهاية لمليونين ما شو شو سر شو يعني شو جايبين كذا المعامل قال مشارك وعامل لك كوبي مثل هذا اللي إذا عطيت جارك نسخة من الوصف حتى إذا لقيت مثلاً نسخة عن فيديو عندي عطته لجارك أنت عطيتك بجريمة فكل جريمة إنه حب يساعد العالم حب يعمل شير مع العالم حب يفيد الثاني هاي جرائمهم وعم ينحبسوا فيها يعني إنه ما بيحبسوا الكل بس بياخذك مش كده يعني بالنهاية الأخطر من هيك ولاد الصغار لما تقول له ولاد صغير إنه يا حبيبي إنه لا تأخذ هذا الملف أو الغناية لأنه هذا شو اسمه يعاتب عليه القانون اقنعه إنه ما حيقتنع لأنه شيء غبي بس هو عارف عم يعرف حاله لما عم ينسى إذا فهمته إنه عم شو عم يعمل عم يسرق فتصور تعلم هو يسرق تعلم إنه عادي إنه أنا أسرق فما عم يسرق وشو شو يستقبل تاني يعني عم تخلي الأولاد تربيهم على منطق إنه ما عليش يكسر القانون بصير يكسروا على إشارة المرور يكسروا وين ما كان يعني كثير مدمرة ثقافة الملكية الفكرية إذا ضليت حتى أطفالنا تعودون على شيء غير شرعي على أفعال غير شرعية Copying is not theft Stealing a thing leaves one less left Copying it makes one thing more That's what copying's for Copying is not theft If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing. That is what we call copying. Sharing ideas with everyone. That's why copying is fun. نلاحظ أن ثقافة الريد رايت كلتشر اللي حكينا عنها تحولت لثقافة ريد أونلي كلتشر لاحظتوا أشي أنه نحنا كان فينا نكتب وكان فينا نتفاعل معنا يعني كان فينا نحنا نصنع الثقافة إذا صرنا بس نحنا نقرأ الثقافة وبس بناء على هذا القانون يلي فرضوه علينا فالإبداع صار مستهدف فقط وصار الإبداع مملوك من رأس الكرم بس ما عاد فينا كلياتنا نتشارك فيه صرنا ما منضيف اي شيء جديد هلا في قصة بتشابه وضعنا اللي نحن هلا فيه هاي الارض هي ملكيه يعني في قانون بيوجب انه هاي الارض لإلي ففي قانون بيحمي لي ملكيه الارض لإلي فالقانون اللي عمله اللورد تشوفه هذا يعني. بنص القانون هذا اللي طير القانون نعم هو اللي طير القانون فهذا القانون شو بيقول انه الارض محميه قد ما نزلت لتحت طبقات بالارض هي بتضل لها وقد ما طلعت طبقات بالسماء حاسس حالي بدرس علوم يعني كل شيء تحت الارض وكل شيء فوق الارض هي لك هلا هذا الشيء كان عادي ما في مشكلة يعني ما كان في مشاكل بهذا القانون لحد ما أجى هذا الاختراع. طيب. العالم فكرت إنه طيب الطيارة عم تمرق من فوق الأرض تبعي وما أنا عم تأخذ الإذن مني إنه تمرق من فوقها. نزلها. فإنه يعني مو منطقي أبدا إنه. خلوها تكمل جملة. هو هيك كان نزله ولا شو خلقتها بيت ميت الصدين احنا كان نزله هو يعني شيء ابدا ما له منطقي انه صاحب الطياره ياخذ اذن منك انه لازم حد يمرق من فوق طياره عشان ما تنزل اياه سنه 1954 في مزارعين راحوا على المحكمه ورفعوا دعوه هدول المزارعين كانوا بيربوا دجاج أم شو حشتهم كانت إنه أنا دجاجات مو أنا تبع المزارع هو المزارع الدجاجات اللي عنده كان وقت الطيارة عم تمرق أم هنا عم يخافوا يرتعبوا عم يحاولوا يقضوا الطيارة ويحاولوا إنه يطيروا ويغطوا بجدران الحظيرة تبعهم فهي الحجة اللي تقدمت للمحكمة مثل حجة إنه هذا الواحد عمل كوبي يعني ليش سخيفة الحجة نفس الكوبي رايت إنه شو يعني بدك تمنع الطيارة إنها تمرق من فوق أرضك يعني تخيل إنه بدا يعني
100 متر كل 100 متر لتمشي الطياره لتاخذ اذن يعني بالمره ما لازم تطيري قصه هاي القضيه كانت خاسره محكمه قضيت بانه هاي القضيه خاسره والغي هذا القانون اللون اللي نسيت شو اسمه فالفكره هون انه القانون تبع عدم التعدي على الاذن كان عم يطبق لحد ما كان عم يقول هالشيء وكان هالشيء منطقي قابل للتطبيق لحد ما اجى العالم الحديث ولغى هذا القانون يعني صار عدم منطقي عدم ما في منطق انه يطبق هذا القانون بعالم فيه طيارات هلا نفس هاي القصه عنا انه نحن قبل النت كان مقبول القانون الكوبي رايت بس بعد النت شو كنت تعديل على ويكيبيديا بدي اخذ اذن يعني نفس القصه انه المنطق لغى مفروض انه يلغي هذا القانون ولسه ما لغى بس مفروض انه يلغي هذا القانون تبع الكوبي رايت هلا اجى بديل عن الكوبي رايت مثل ما يعني شلون هن لغوا قصه القانون عدم التعدي حاولوا طلعوا قانون بديل هو الكرياتيف كومنز كمان استاذ الدكتور هشام